القوات البحرية على غرار باقي قوات الجيش الوطني الشعبي أبواباً مفتوحة على مستوى المتحف المركزي للجيش، حيث سيتم عرض وسائل خاصة بالإنقاذ والإجلاء الصحي من السرب 560 لحوامات البحث والإنقاذ، مجموعة من الغطاسين بجميع معداتهم، ممثلين من المصلحة الوطنية لحراس السواحل خاصة بالشرطة البحرية بمعداتها، وهذا للشرح المفصل لمهام الدولة في البحر ومهام الشرطة البحرية. شو توقع صح؟ لأنه في واحد في جناح من الأجنحة قلنا مني هذا الشيء موجود إلا في الجزائر، في على مستوى إفريقيا، على مستوى إفريقيا تدخل البحري يعني حاجة مليحة للجزائر. نمشي عليك يعني حاجة ما شاء الله، تفرحي ببلادك وش فيها. يعني ما كنتش نظن هكذا، جيت على غفلة هكذا، كي دخلت الله تفرحي.